ملف الفار عامل قلق، بس خلينا نجيب الضيوف عشان نقول لكم ايه اللي تم فيه. كابتن سامي سلام عليكم. سلامة الله استاذ عبد الناصر. كابتن سامي فاروق حكمنا المحترم وخبيرنا التحكيم المحترم. حبيبي يا كابتن عبد الناصر، مساء الخير عليك وعلى مشاهدينا. ربنا يخليك، قلنا نرحب بيك، وخلينا ينضم الينا عبر الهاتف صديقنا العزيز الكابتن محمود سعد. فانا بجيب الكابتن محمود اهو عشان ينضم الينا عبر الهاتف، علشان كل الناس منتظره منك النهارده الجديد، وماذا هو الجديد في ملف الفار، ولماذا هو مسكوت عن هذا الملف حتى الان، لان عندنا مفاجآت كمان، وعندنا حاجه مهمه جدا هنتكلم فيها. اسمح لنا بس ندخل الكابتن محمود سعد معنا. اتفضل يا استاذ ناصر. خليك معايا. دي اول حفله معانا، لسه حفله امير مرتضى وحفله تانية مهمه جدا، بس خلينا في حفل الحفله الاولى بتاعتنا. ام عبد الله، انا بعمل اللي عليا كراجل اعلامي، يعني انت بتطلبي مني انا اللي اصلح، انا بعمل اللي عليا. كابتننا الكبير الكابتن محمود سعد، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته كابتن عبد الناصر. استاذ عبد الناصر، بمس عليك وعلى كل مشاهدينك الكرام ومشاهدين كره بلدنا، وبس على اخويا وحبيبي مش هنقول بقى المعد البدني، رئيس اللجنه البدنيه في لجنه الحكام الرئيسيه سابقا، كابتن سامي فاروق، المحاضر البدني الدولي في الاتحاد الدولي والاتحاد الافريقي. حبيبي يا كابتن محمود، يا خبيرنا التحكيم المحترم واخويا الفاضل، وده يدل على دمس خلقك واحترامك اللي احنا اتعودنا عليه. يعني حقك يا كابتن سامي وحق المنظومه البدنيه كلها علينا. يعني اتفضل يا لا، الاول بس عايزين نعرف مين الكابتن سامي فاروق عشان كلامه هيكون مهم وخطير جدا. وهنا اقول لما كان عندنا فكر، بس عشان اسيب الكابتن محمود يقول مين سامي فاروق مع حفظ الالقاب، لما كان عندنا فكر كانت الناس عامله لجنه بدنيه. لجنه بدنيه كنت بتشوف الفرازه والميزان، ما كنتش بتشوف كرش ولا هنش، ما كنتش بتشوف صدر ولا ركبة، ما كنتش بتشوف وش منفوخ ولا حكم يخوفك كأنه طلع لك عفريت في الماء. ولكن أتكلم بلغة العموم تقديرا للخبيرين اللي معايا، لأن الناس زمايلهم، وتقديرا لأدمية الإخوة الحكام المحترمين. ولكن لما كانت اللجنة الفنية دي بيرأسها سامي فاروق، كانت الحكام بتاعتنا زي الفل. حتى افتكر محمد فاروق رغم انه كان معتزل ما كانش عنده وزن زياده، واعتقد ان كلكم متذكرين ده، بس حاجه مهمه جدا ليكم. كابتن سامي كان ماسك هو رئيس اللجنه، لجنه الاعداد البدني او اللجنه البدنيه او لجنه اللياقه البدنيه، كلهم يؤدوا الى كيان واحد. اتفضل يا كابتن محمود. الاول قبل ما نبتدي نعرف الساده المشاهدين والمتابعين عن الكابتن سامي فاروق، هو الحمد لله اسم كبير في عالم التحكيم، مش محتاج حد يعرف الناس بيه. بس انا بقول اخويا سامي فاروق كان موجود في الاتحاد الدولي في الفيفا كمحاضر بدني قبل ما يتولى مسؤوليه الاعداد البدني في الاتحاد المصري. تولى الاعداد البدني او ملف الاعداد البدني في الاتحاد المصري مع الكابتن عصام عبد الفتاح، وعمل حاجه اسمها اللجنه البدنيه. اللجنه البدنيه ديت كان اشرف عليها الكابتن سامي فاروق، في معدين بدنيين محترمين في كل مناطق مصر. كانت لجنه مكونه من اكثر من 20 معد بدني، والمعدين البدنيين دولت كان الدكتور محمد غازي منطقه كفر الشيخ، دكتوراه في التربيه الرياضيه، الدكتور ابراهيم فوزي. انا هسيب الكابتن سامي فاروق يتكلم على المنظومه البدنيه، بس اللي انا عايز اقوله ان الكابتن سامي فاروق كان محاضر بدني في الاتحاد الدولي، حائز على عديد من الشهادات من الاتحاد الدولي والاتحاد الافريقي. الشهادات اللي مع سامي فاروق مش موجوده مع اي حد في مصر، واتحدى وانا اسيبه هو يتكلم الكلام ده. شهادات من الاتحاد الدولي ومن الاتحاد الافريقي اللي موجوده مع الكابتن سامي فاروق مش موجوده مع اي حد في المنظومه البدنيه في مصر. علشان الشهادات دي كلها اللي موجوده معاه اقصد من لجنه الحكام. يعني خليني بس اضيف للكابتن محمود، ما حصل عليه سامي فاروق من شهادات غير موجود لا في مصر ولا الوطن العربي.
انا هقول لكم ده على ده مسؤوليتي، دي حقيقة. انا بذاكر ضيوفي على فكرة قبل ما اجيبهم، وهتقول لي ليه المقدمة الطويلة دي عن الكابتن سامي فاروق؟ علشان الكابتن سامي فاروق نال شرف ان الكابتن وجيه احمد لما جه لقى السي في بتاعه قوي وناري وحاجة تشرف مصر، فقال لك ده ما ينفعش يبقى في اللجنة. ده انا عايز اقول لك حاجة يا استاذ ناصر كمان. كابتن سامي فاروق اخر حاجة كان موجود هو والكابتن وجيه احمد في دورة تبع الاتحاد الدولي في طور 3 في الامارات، كان بصحبة الكابتن وجيه احمد والكابتن ناصر عباس من مصر، ورجعوا مع بعض، فالكابتن وجيه تولى مسؤوليه لجنه الحكام، اقصر كابتن سامي فاروق من اللجنه. اتفضل يا صاحبي ناصر. عايز اقول لكم على نكته، مش هنعرف تاني، كفايه كده الكابتن سامي، لان ممكن ناخد الحلقه كلها نعرف في الكابتن سامي. الفكره وصلتكم، بس انا مستضيف مين؟ انا والكابتن محمود سامي. الراجل ده اللي معانا سامي فاروق اللي بتشرب بيه الوطن العربي وليس مصر، جابوا بديله واحد من منطقة القاهرة مش هقول اسمه، ياخد الحكام يجري بيهم سبعات وتمانيات ولف التراك، بيفكرني مثلا بالمرحوم ابويا وهو عنده 70 سنة وكان بيلف عشان الشريان التاجي بالظبط كده، يعني يمشي نفسه يعني، ولا يحصل على اي مؤهلات تؤهله، مش مؤهلات شخصية، له مني كل الاحترام والتقدير، ليس لديه المؤهلات التي تؤهله إلى أنه يعمل إعداد بدني للحكم. وبناء عليه أنت شايف الكارثة اللي احنا فيها. عرفت أنا قلت أبدأ الأول أعرف الضيف اللي معايا قبل ما نخش في دهاليز الفار ودهاليز الحدوتة. لابد أن تعرف السبب ليزول عنك العجب. كابتن سامي أهلا وسهلا بيك. أهلا بك يا أستاذ عبد الناصر. طبعا أنا بشكرك وبشكر الكابتن محمود المقدمه اللي قد اقول انا ما استحقهاش يعني، وطبعا ده ان ده اللي بيدل ان انتوا شخصيات من الناس المحترمه اللي بتدوا كل دي حقا حق. فانا هبدا كلامي معاك بالنسبه للمنظومه البدنيه. انا زي ما قال الاخ محمود سعد، انا كنت محاضر ومعد بدني بالفيفا والكاف قبل ان اتولى اي ملف بالاتحاد المصري لكره القدم. وجئت لتولى هذا الملف كان لا يمثلنا حكم، كان الحكام الدوليين ودا على سمع ومرأة من مصر، وكانت دي قنبله موقوته في الاتحاد المصري ان احنا كل حكم كان بيروح يمثلنا في البطوله فكان بيرصف في الاختبار البدني ويرجع، وليس كان لنا اي تمثيل في اي بطوله قاريه او بطوله دوليه. فجيت مع الاخ عصام عبد الفتاح لما تولى ملف التحكيم، وكنا قد نكون تركنا بيوتنا لمده 3 سنوات من اجل تطوير هذا الملف والوصول به، والحمد لله وصلنا في مرحلة قد تكون مرحلة مش يعني قصيرة جدا، وارتفعنا بهذا الملف لأعلى مستوى من الناحية البدنية والناحية الفنية، ولحد النهاردة يمكن تأثير هذا الملف احنا مثلنا حكم في كأس العالم كابتن جهاد جريشة، ومثلنا حكام في بطولة الأمم كان عندنا 3 حكام وثلاث مساعدين، وفي كل بطولة حتى في البطولات الدوليه والبطولات القاريه متواجد فيها الان التحكيم المصري، قد تكون الفرق المشاركه ما فيش تمثيل لينا، الممثل الوحيد اللي بقى في البطوله هو الحكم المصري. فبفضل الله انا جيت، وطبعا الواحد ما بيزكيش نفسه على الله سبحانه وتعالى، انا جيت توليت الملف، عملت منظومه بدنيه بشهاده الجميع، عملت كان عندنا حوالي 26 منطقه، طلبت من المناطق الترشيح، كل منطقة ترشح لي معد بدني مؤهل حاصل على بكالوريوس تربية رياضية، وخدت الناس المجموعة دي عملت بقى معسكر وعملته عديتهم إعداد علمي وبما يتناسب مع بروتوكول الفيفا من الناحية العلمية البدنية، وبفضل الله وصلنا بالملف البدني لمدى بعيد جدا من ناحيه التطوير الناحيه البدنيه للحكم، لان الحكم مش حكم بس ان انا اعمل له اختبارات، الحكم كيف تعد حكم من الناحيه البدنيه بيحتاج لاول حاجه بنقيمه تقييم بدني اللي هي عمل قياسات بدنيه، بنبتدي من خلال القياسات نحط له برنامج اعداد بدني يتناسب مع القياسات البدنيه اللي احنا عملناها له من خلال التقييم البدني. الحكم وديناه في منطقة تانية، النهارده الحكم المصري
عارف يعني ايه برنامج، عارف يعني ايه يتمرن، عارف يعني يبدا ازاي. القصه مش قصه ان انا اخد حكم اعمل له اختبار وبفضل الله، بفضل الله سبحانه وتعالى خلال مده وجيزه وصلنا بالتحكيم في حته ثانيه. انا القصه كلها باختصار يا استاذ عبد الناصر، انا كنت اترشحت من الكاف لحضور لتمثيل الكاف في بطوله في دوره خاصه بالاتحاد الدولي في دوله الامارات الحبيبه، وكان معايا الكابتن زمالك الكابتن محمود الكابتن ناصر عباس الكابتن نجي احمد، كانوا هم ممثلين عن الناحيه الفنيه وانا كنت ممثل القاره عن الناحيه البدنيه. بفضل ده انا طلعت الاول في الكورس، فوجئت اول ما رجعت مصر عشان يكرموني لقيتهم محوليني لجنه الانضباط بسبب ان في محكمه قدمت ضدي مذكره ان انا طلعت في احد البرامج وجبت سيرتها الشخصيه، وطبعا بامتثالي امام لجنه الانضباط الكلام ده كله طلع ليس له اساس من الصحه، وده كان تكريمي من لجنه الحكام بتحويل لجنه الانضباط. وانا طالع الاول في البطوله على مستوى العالم مش على مستوى القاره في الناحيه البدنيه، فكان ده التكريم ليا. وانا طبعا اساس الموضوع ده انت لو دخلت على صفحتي هتلاقيني انا اعتذرت، انا كنت المعد البدني المسؤول عن الحكام وبطوله الامم الافريقيه اللي كانت في مصر هنا، والطلب مني المحكمه دي تحضر معايشه والبطوله معايا. طبعا هي محكمه، فانا فوجئت تيجي معايشه معايا ازاي، يعني ايه علاقتها بالاعداد البدني؟ فانا رفضت هذا الكلام، ومن خلال هذا الكلام وتحت الضغوط اللي عليا فتقدمت بالاعتذار عن استكمال البطوله، ومن هنا بدات المشكله معايا. فانا يعني ما كنتش عايز اخش المواضيع ديت، بس انت طبعا يعني استضافتك ليا او مداخلتي مع حضرتك لابد اوضح للراي العام ايه سبب ابتعادي عن المنظومه البدنيه بعد النجاح اللي انا حققته فيها. وطبعا انا اذا كنت استبعدت بشرف لم استبعد بحاجه شخصيه او حاجه تخصني، انا استبعدت يعني بفعل فاعل وبعد نجاحات قدمتها للحكام المصريين، وطبعا الحكام يعني طرف اصيل معايا وانا لحد الان بساعدهم في الحدود اللي بيطلب مني اي حاجه ما بتاخرش عنه رغم ان انا بعيد عن المسؤوليه، وده حقهم عليا ان الحكام طبعا كلهم اخواتي وتربطني بيهم علاقات طيبه وهم عارفين ايه اللي حصل معايا. فانا مش هخوض في اسامي حد، مين استبعدني مين قربني، الراي العام التحكيم في مصر عارف مين اللي ورا اللي حصل معايا، وانا طبعا بحكم شغلي والاخ محمود يفهم الكلام ده، انا لم اكمل اي مسؤول او ابن اي مسؤول داخل اللجان، انا راجل في شغلي، انا راجل بروفيشنال مملكش الا سمعتي وسيرتي الذاتيه، فانا ما بجاملش حد في عملي، واللي كان بيطلب مني حاجه زي كده كان بيلاقي مني رد فعل ورد شديد اللهجه.